اسمح لي سعادة العقيد أذهب مرة أخرى إلى نيويورك سريعاً. دكتور نصير العمري، هذه اللغة الدينية التي سمعناها من بلينكن والغزل بصمود الأرثوذكس، يعني تخيل لو وزير مثلاً عربي أو من بلد إسلامي طلع يقول لك نحيي صمود أهل السنة والجماعة في إدلب. يعني الكل يلعب بورقة الدين، والغرب يعني ليسوا بعيدين عن لعب ورقة الدين. يعني حتى يعني بوتين يستخدم ورقة الدين بشكل واضح، حيث أنه يعني يتبرك برجال الدين ويعتبر بأن ما يفعل الجنود الروس من قتل ونهب واعتداء على المدنيين والمقابر الجماعية، يعني حتى هذه نجد بعض رجال الدين ممن يباركونها. فالعبث بورقة الدين يعني موجود، والأمريكي يعني أيضا يعبث بورقة الدين. وبكل أسف بس يعني عنا بينشروا نشر إذا حكى شيء مسؤول عربي بهذه اللغة بصير طائفي ومذهبي وحنفكوشي ومش عارف شو. يعني بكل تأكيد يعني هذا معروف، يعني حتى مقاومة أوكرانيا بهذه الطريقة، حتى رأينا يعني ما يأتون من أمريكا لمساندة أوكرانيا ولم يقل أحد عنهم بأنهم يعني إرهابيون عابرون للقارات وأنهم أيديولوجيون وأنهم يعني لم يقل أحد ذلك، على العكس هم أبطال. فهذه يعني معروفة، هذه لعبة الحكم على الآخر ومحاكمة الآخر وتنافي، وأيضا يعني دعم الولايات المتحدة لإسرائيل من قبل اليمين المسيحي في الولايات المتحدة هو على أساس ديني بحت. فنعم يعني ورقة الدين يعبث بها، الجميع يعبث بها، ولكن يعني أؤكد لك بأن الدين يعني ليس له علاقة في هذا الإجرام الذي نراه في أوكرانيا أو الذي يتم تنفيذه في أماكن أخرى حول العالم باسم المسيحية أو باسم الإسلام أو غيره. هي يعني هي السياسة واستخدام الدين واستغلال الدين بكل أسف. بس في جانب يعني كأنه أيضا دكتور نصير كأنه بلينكن يريد أن يقول للأرثوذكس تحديدا، ليس فقط في أوكرانيا بل في العالم، بوتين هو قاتل الأرثوذكس، مع أنه بوتين مفترض أرثوذكسي. يعني هو قاتل كل أحد بصراحة، يعني لم يبقى دين ولا طائفة إلا قتل منها بوتين. والجيش، عقيدة الجيش الروسي أصلا، عقيدة الجيش الروسي هي ربح المعركة بأي ثمن، بما في ذلك تدمير المدن ويعني قتل المدنيين. وهذا معروف يعني في العقيدة العسكرية للجيش الروسي بأن المدنيين هم جزء من المعركة، وأحيانا تضطر لقتل المدنيين وهدم المدن لتسهيل الطريق أمام الدبابات. وعلى فكرة هذا يعني تاريخيا هذا موجود، يعني ورأيناه عبر التاريخ تبرير القتل والإجرام، ودائما يعني تجد رجل دين من يبارك القتل والإجرام. ولذلك يعني نحن نتحدث في السياسة ونقول بأن ما يحصل لشعب أوكرانيا هو في الحقيقة اعتداء غاشم يشبه ما حصل للشعب السوري، ولا يوجد أي فلسفة ولا دين. تمام دكتور، سأعود معك حول السؤال الأول الذي بدأت به والصوت لم يسعفنا حينها، عن أهداف هذه الزيارة لوزير الخارجية ووزير الدفاع، إن كانت تحققت هذه الأهداف. ابقى مع دكتور نصير لو تكرمت.